السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني رجال الأمن والمرور والمسؤولون عن اتخاذ ما يلزم لخدمة الوطن والمواطن في مثل هذه الأزمات، أحييكم وأشكركم وأتمنى لكم التوفيق، وأود أن أقول لكم أنني معتز جدا لما تقومون به في مثل هذه الأيام، وجميع المواطنين ينظرون إليكم اليوم بالاعتزاز والإكبار. أرجو لكم التوفيق وأرجو أن تنتهي هذه الأزمة على خير إن شاء الله. من هنا من مركز إدارة الأزمات أشرف مع أخواني على سير العمل وعلى كمية الأمطار التي تهطل والسيول التي تجري في الوديان وفي مجال السيول في مدينة جدة. الأمور مطمئنة ولله الحمد في كثير من المناطق. هناك نرى بعض تجمع مياه الأمطار في الشوارع الداخلية في مدينة جدة، نرجو أن نتلافى هذا الوضع مستقبلا إن شاء الله. أما السيول فالحمد لله كلها يعني متجمعة إما في السدود أو تسير في مجاري السيول إلى البحر. السحابة المخيمة على هذا الجزء من منطقة مكة المكرمة الآن تتعدى مدينة جدة وهي على مكة المكرمة ومتجهة نحو الطائف. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تنتهي هذه الحالة الطارئة على خير، وإلى الآن والأمور لا تزال طيبة. شكرا لكم جميعا. الله يسلمك.